شوفوا يا جماعة، هذا مو مثل تبع كأس العالم. شوفوا هي الميلك اند ديب بجميع انواع الشوكولاتات اللي عندهم الفان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ميتشيغن، من ميلتون ديب، من عند هاي. شو هاي الكريب؟ هاي الكريب من عند الكريب. بنقول لكم يا هلا، جايين اليوم على هات فرانشايز موجود هون بميتشيغن، شيء خرافي. حتشوفوا الترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم، جو يا معلم. المكان بسم الله ما شاء الله بياخذ العائله يا ميت. اهلا وسهلا. امتى فتحتوا هون انتو؟ صرنا سنه وثلاث اشهر الحمد لله، وفي عنا افرع بشيكاغو. حلو. واوفرسيز عنا افرع بالعراق وبلبنان. حلو. وعندكم البوظه عربيه ولا انتم بتشتغلوا بس بهي؟ عنا البوظه عربيه. حلو. ونحن اللي بنصنع هدول. انتم بتصنعوهم؟ نحن اللي بنصنع البوظه. حلو. يعني هي البوظه تبعكم الستايل تبع ميلتون ديب؟ تبع ميلتون ديب. ما شاء الله تبارك الله. هنجرب هلا ونشوف الترتيب. هذا الدارك شوكليت، وايت شوكليت، لف لعندي لهون لشوف. وهذا الهاف هاف، شوفوا ما احلاها شلون هيك النافوره. شيء فاخر وخرافي ما شاء الله. سلام. شو ها؟ وريني وريني. هاي شو اسمها الترتيب؟ القشطة. هاي الفاميلي ايس كريم. فاميلي ايس كريم. تجي سكوبس ايس كريم والقشطة العربي الاصلية. يا سلام. تجي مع كابس والكونز ومع الترتيب كلها. هاي فستو يمكن؟ فستو، نيوتيلا، كراتشينو، شوكليت، فانيلا، سترابري، مانجو، وول بيريز. يا ربي دخيلك. ميلتون ديب كريب تجي بقلبها سترابري، بانانا، باينابل وكيوي. كلهم منحوشين هون. كلهم منحوشين جوا، بعدين بنحط الميلك والدارك والوايت شوكليت عليها. هي سترابري تشيز كيك. سترابري تشيز كيك بتشل شلالان يا جماعه، شوفوا الترتيب. هي فرتشيني كريب. فرتشيني كريب. نجي بنقطعها بطريقة فرتشيني ومع فانيلا ايس كريم. نيوتيلا وقشطة فروت سالد. فروت سالد يا جماعة، شوفوا الترتيب. هاي البوظة العربية. بوظة العربية الأصلية. يا سلام. بنانا سبليت. سترابري، فانيلا وشوكليت آيس كريم، والبنانا على جنب والويب كريم. يا ونمستنا سلام. السحرية. ونمستنا السحرية، عجبتني هي. يا ربي دخيلك يا جماعة. يلي عامل ريجيم قاسي، تعال هيك قرب لي لهون شوف أنت الترتيب، شوفوا هي شلون. هي الميلت أند ديب بجميع أنواع الشوكولاتات اللي عندهم الفاونتنز، بيحط لك فوقها. وشو بيقول لك؟ يا هم لاي. بسم الله. سلم ايديك.
لك حتى طريقه تقديم القهوه فيها ذوق وفيها ترتيب وفيها قصه لك على قلبك. تعالوا ندوق الفيتوتشيني فيتوتشيني كريب. هي بتجي مع بوزة مع النوتيلا والشوكليت وياهم مناي. ونفوت على هاي الستروبري ميلك شيك. شوف شلون طريقة التقديم صراحة خرافية. بيرفكت. هاد اسمه فروت سالاد بيجي قشطة مع نوتيلا مع شوكليت مع فراولة مع طبعا فروت سالاد. شيء بياخذ العقل صراحة. بذكرني بالآذان تبع بشاكر. ها شوف ما شاء الله. والله نسيت شو اسمها يا جماعة بس شوفوا شلون الآيس كريم مع الموز والكيوي والقشطة والتراتيل. هذا شغلة صراحة مدعومة يعني هون في دعم بالقصة. تعالوا ندوق البوظة العربية. البوظة العربية بسم الله الرحمن الرحيم. بالفستق والترتيب. شوفوا يا جماعة هذا مو مثل تبع كأس العالم. شوف بسم الله ما شاء الله. بوظة فراولة مع الفواكه من فوق اللي هو بتحتار انت شو بدك تاكل لتوصل لتحت. يعني انت لتخلص اللي فوق ممكن تشبع لتوصل لتحت شيء خرافي. البوظة طبعهم كثير بصراحة طيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. Is this your first time هون بميلتون ديب؟ No, it's like my fifth time. Fifth time ما شاء الله. So you come here often. Sure. طيب what's your favorite like dish or plate? I honestly like their ice creams and then their waffles and crepes. ما شاء الله. طيب thank you very much. No problem. السلام عليكم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. How was your experience in Milton Dip? It was really good. I'm actually from Toronto and the Milton Dip there is my favorite. Awesome. What did you try? What was your... The first one we had a lotus crepe. 10 out of 10. So 10 good. Out of 10. Awesome. And then, we had the mango gelato, which was... But then we got it switched out to pistachio, which was really good as well. Awesome. Awesome. Thank you so Thank much. Thank you very much. Thank you. من كأس العالم, Michigan, Milton Dip, بنقول لكم يا هلا, جربوا هذا المكان. نصيحة. السلام عليكم.